المحاضرة النهاردة إن شاء الله بعنوان حاجة اسمها functions of large intestine. functions of large intestine and defecation. هي defecation جزء من الفانكشن بتاعت اللارج انتستين، بس على أساس إن defecation موضوع مهم كجزء أساسي من المحاضرة فحطيناه كإيه؟ كجزء من العنوان. خلاص؟ لكن بواجي نعرف المحاضرة بعنوان حاجة اسمها functions of large intestine. طبعا including defecation. زي ما احنا متعودين دايما يا جماعه بنبتدي بايه؟ ب introductory case. الحاله بتاعتنا بمنتهى البساطه زي ما هو واضح كده 14 year old girl او boy مش هتفرق معانا. complain of diarrhea for the last 3 days. لكن جينا بقى نشوف الكومبلين الثانيه هل هي مجرد دايريا بس طب في ابدومينال بين ولا لا؟ لقينا نو ابدومينال بين فور بلاد انهيرستور. خدت هيستوري منها هل الدايريا فيها معاها ابدومينال بين؟ قالت لك لا. طيب هل الدايريا معاها ايه؟ تنجد باي بلاد يعني فيها بلاد؟ قالت لك لا. طب جيت تعمل الاكزامينشن شي ابيرز ديهايدريتد بات اذروايز فيزيكال اكزامينشن از نورمال. جيت تشوف الاناليسيس بتاع الاستول او جيت تعمل اكزامينشن الاستول لقيته زي رايس ووتر زي ميه الرز. طيب ان جنرال كده يبقى حاله 14 سنه بنت بقى لها ايه 3 ايام في دايريه خلاص نو ابدومينال بين نو بلاد تنجد ستول. الدايريه لها سبيسيفيك فيتشر انها عامله زي الايه؟ الرايس ووتر. زي ما احنا متعودين دايما يا جماعه في البي بي ال او في المحاضرات ليس الهدف الاساسي الفاينل دايجنوزيس لكن الهدف الاساسي تو ليرن ثرو ذا بروبلم. فاحنا دلوقتي عرفنا ان في حاجه اسمها دايريا. طب الحاله ديت فيها دايريا يعني اولا يعني ايه دايريا؟ ايه الكوز اوف دايريا ان ذيس كيس؟ ايه الاذر كوزز اوف دايريا؟ طب الدايريا دي حاجه نورمال ولا حاجه اب نورمال؟ طب لو كانت اب نورمال طب النورمال ايه هو؟ اللي هو النورمال ديفيكيشن. طب والديفيكيشن ده عباره عن ايه؟ فانكشن لمين؟ للارج انتستين. يبقى ايه هي الاذر فانكشنز؟ يبقى انا من خلال الانتروداكتوري كيس البسيطه الهدف ليس ان انا اقول ديت ايه كوليرا ولا ديزنتري ولا الهدف الاساسي ازاي اتعلم من خلال البروبلم. وضحت الصوره يا جماعه؟ وبالتالي واضح جدا ايه الليرنينج اوبجيكتيفز بتاعتنا وزي ما بقول واعيد وازيد. الليرنينج اوبجيكتيفز يا جماعه تتغطى وذاكرها من اي مصدر بس المهم اغطي الليرنينج اوبجيكتيفز الموجوده. اول ليرنينج اوبجيكتيف ده اساسي وجالهم لسه السنه اللي فاتت فانكشن اوف لارج انتستين. ديسكاس او اوتلاين فانكشنز اوف لارج انتستين. ثم جزء من الفانكشن ممكن يجي كشورت اسي لوحده حاجه اسمها اوتلاين بكتيريال اكشنز ان لارج انتستين. ثم الشق الثاني من المحاضره، المحاضره بتشمل شقين اساسيين، الشق الاولاني اللي هي الفانكشن ان جنرال اوف لارج انتستين، الشق الثاني من المحاضره الديفيكيشن والاتس ديسوردر. فعايزين نعرف ايه في الديفيكيشن؟ ديسكرايب ديفيكيشن ريفلكسز، ايه هو الفولنتري كنترول اوف ديفيكيشن، ثم الابنورماليتي اوف ديفيكيشن يهمنا جدا حاجه اسمها الكونستيبيشن وحاجه اسمها الدايريه. نبدا باول حاجه عندي الايه؟ اللارج انتستين فانكشن. علشان اعرف الفانكشن بسال نفسي سؤال ايه هو الفانكشنال ستراكشر اوف ذا لارج انتستين؟ اللارج انتستين دي موجوده فين؟ هل هي بعد الاستومك على طول؟ ولا بعد الديودينم؟ ولا بعد الايه؟ الاسوفجاس ولا فين بالظبط؟ يبقى مكانها فين؟ بتبتدي من فين لفين؟ ها؟ اول جزء فيها فين؟ قبلها على طول هي السيكل هي ماسك في ايه؟ في الاليم يعني بتبتدي من الاليو سيكال فالف من نهايه الاليم لحد الانس. طيب نورمالي في اليانج ادلت بيرسون اللينس بتاعها قد ايه؟ تقريبا متر ونص اراوند اباوت. وضحت الصوره؟ مش واحد يقول لي يا دكتور انا قريتها في مرجع الفلاني متر وايه و60 سم يعني ما يعني مش هنقطع بعض على 10 سم لكن مفيش واحد يقول لي انا قريتها 15 متر يا ابني قريتها فين في تكست بوك واختلاف مراجع يا دكتور يعني لازم برضك اميز صح ولا ايه؟ كلام كويس. طيب ايه البارتس بتاعتها؟ ايه الاجزاء؟ بدانا باول حاجه الايه؟ السيكم وماسك فين مين؟ الابندكس ثم السندي
و ترانسفير وديسند سيجمويد. هو اسم الدلع بتاعه بيلفيك، بيلفيك كولو ثم ريكتر ثم انتر. وضح في الصوره يا جماعه كلام كويس. طيب ايه هي جنرال فانكشنز اوف لارج انتست؟ زي ما اتكلمنا قبل كده واحنا بنتكلم في جنرال فانكشن للاستومك حتى، او فانكشن في السمول انتست، او فانكشن في جي اي تي ان جنرال. الجي اي تي ان جنرال فانكشن بتاعتها ممكن تكون ايه؟ اي جزء في الجي اي تي ممكن يكون لها ايه؟ دايجستيف فانكشن، ابزورتيف فانكشن، سكريتوري فانكشن، موتيليتي فانكشن، لا موتور فانكشن. سهله ولا لا؟ اي جزء في الجي اي تي افكر في الايه؟ في الجنرال فانكشنز دي. وكل جزء في الجي اي تي له صفات خاصه به، صح ولا لا؟ فلو بدانا باول حاجه الفانكشن اوف ذا لارج انتستين، قال لك ان اللارج انتستين مهمه جدا في الابزوربشن، ولكن مهمه الابزوربشن بتاع ايه؟ هل يعني مثلا مهمه جدا في الابزوربشن بتاع الفري فاتي اسيد؟ البايل سولتس، الجلوكوز، الامينو اسيد، ها؟ هل مهمه في الحاجات دي ولا مهمه في حاجات ثانيه؟ مهمه في الايه؟ ابزوربشن اوف ووتر، اوف الكترولايتس، سام فيتامينز اند سام دراجز. طيب نقطة مهمة قوي تميز السمول انتستين من اللارج انتستين، وأكيد تطرقت لها في الهيستولوجي. هل الفيلاي موجودة في اللارج انتستين؟ كلام جميل. ده يعني إن الميجور فانكشن بتاعت اللارج انتستين مش ابزوربتيف فانكشن، صح ولا لا؟ يبقى أحطها ديت في دماغي، لأنها مهمة ليا كفيسيولوجي فانكشن، ومهمة ليك كستراكشر كهيستولوجي. وضحت الصورة؟ يبقى مهمة في الابزوربشن اوف ووتر، الكترولايتس، سام فيتامينز اند سام ايه؟ اند سام دراجز. طيب قال لك الووتر كونتنت اوف فود اللي بيخرج من الايه؟ من الاليوم ورايح في اتجاه اللارج انتستين ازيد من نصه بيمتص منين؟ من اللارج انتستين. وطبعا بيمتص الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم والكلام ده اللي هي الايه؟ المينرال. طيب بعد ما بيمتص الميه من الفود اللي دخل فين؟ اللارج انتستين، بتتحول الماتيريال اللي جوه اللارج انتستين لانوونتد ماتيريال، مش محتاجها بقى، مش محتاجه امتصها، فبيتغير اسمها. يعني على امتداد الجي اي تي قلت الفود بولس، تقول ده الكايم، صح؟ تيجي على اللارج انتستين وبدا يتغير الاسم، اقول عليه فيسز او اقول عليه ايه؟ ستول. وضحت الصوره؟ كلام كويس. في الابزربشن عايز قبل ما اروح للوظيفه الثانيه، في نقطه صغيره احطها في دماغي. في بعض العيانين يا جماعه بالذات اللي هم الهيباتيك فيلير، اللي هم الليفر سيل فيلير، بيبقى عندهم كونستيبيشن او حاجه جوه الانسان، وده خطر عليهم جدا. وانا اعرف النهارده ده نقطه مهمه جدا ليه في حياتك، لانك بتتعرض لحالات كتير، تشوف حالات كتير عندهم مشاكل في الليفر، صح ولا لا؟ بنحتاج نديهم انما هي الحقن الشرجيه. فاوقات ممكن يحصل ايه؟ انك تعمل له حقنه شرجيه بيور ووتر كميه كبيره جدا، فممكن البيشنت ده هو ايه؟ عن طريق الابزوربتيف فانكشن بتاعت اللارج انتستين يحصل ابزوربشن لهيوج اماونت اوف ايه؟ اوف ووتر، فتعمل له ستيت اوف اوفر هايدريشن، بيتقال عليه ايه؟ هايبوتونيك اوفر هايدريشن. والهايبوتونيك اوفر هايدريشن ده ممكن يؤدي لايه؟ لمشاكل كبيره جدا، ممكن ياثر على الايه؟ على الانترا كرينيال تنشن، بريشر جوه الايه؟ جوه الهيد، هيحصل سيلي سويلنج ويدينا اعراض في انكريز انترا كرينيال ايه؟ تنشن. فاخد بالك من النقطه دي، ان الانما اللي بتتاخد اللي هي الحقن الشرجيه ديت لو تاخد كميات كبيره من البيور ووتر ممكن تؤدي لايه؟ هايبوتونيك اوفر هايدريشن. يبقى قلنا الابزوربتيف فانكشن اوف ووتر، الكترولايتس، سام فيتامينز اند سام دراجز. اكيد في ادويه يا جماعه بتتاخد سبوزيتوريز، صح ولا لا؟ انتي بايوريتيك دراجز، سام انالجيزيك دراجز، صح ولا لا؟ صح. طيب تاني حاجة قلنا الانوونتد ماتيريال اللي بتبقى في اللارج انتستين بيتغير اسمها، ويبقى اتكون عندنا حاجة اسمها الايه؟ الفيسز. يبقى وبالتالي الوظيفة التانية بتاعت اللارج انتستين فورميشن ستورج اند ايفاكويشن اوف فيسز. بالنسبة للفورميشن اوف فيسز اتكون ازاي؟ من الانوونتد ماتيريال اللي وصلت لللارج انتستين بعد امتصاص المية والايه؟ لو في ريمننت نيوتريانت او شيء كمية قليلة أول لحاجة امتصت، يبقى خلاص اللي فضل ده بقى حاجة unwanted. وضحت الصورة يا جماعة؟ بيتقال عليها فيسز أو ستول. بيحصل له فورميشن كده. طب والستورج؟ قال لك الكولون بيعمل ستورج للارج للايه؟ لهذه الفيسز والستول. لكن في نقطة غاية في الأهمية أحطها في دماغي.
هل الريكتم اللي هو جزء من اللارج انتستين اكت از ا ستورج فور فيسز؟ ايه رايكم؟ مش الريكتم جزء من اللارج انتستين؟ هل بيشتغل كستورج؟ قال لك خلي بالك ان بتوين ميلز، خلي بالكوا يا جماعه ان بتوين ميلز في الظروف العاديه اندر ريستنج كونديشن بيبقى امتى؟ بيبقى فاضي. ليه؟ لان قال لك خلي بالك في فانكشنال سفنكتر في الدايت. لو رجعت للصوره اللي فاتت كده، ما بين الريكتم والبلفيك او السيجمويد كولون بلاقي في انجوليشن. الانجوليشن دي ايه رايكم؟ الانجل اللي اتكونت دي مش بتعمل ريزيستنس للفيسز انه ينزل بسهوله؟ فبقول عليه هنا في فانكشنال سفنكتر، فانكشن نوت اناتوميكال. سمعنا عن الفانكشنال سفنكتر في الجي اي دي فين تاني؟ اللي هو الابر اسوفيجاس. كان ايه؟ اناتوميكال سفنكتر. وقفت الصوره يا جماعه. وبالتالي اندر ريستنج كونديشن، عشان لو جت كجزء من اكس كيو الريكتم هل هلاقي فيسز؟ فين؟ لا. طيب قال لك خلي بالك، وده هنكرره واحنا بنتكلم في الديفيكيشن، لو بدا الفيسز يدخل في الريكتم وصل لتقريبا 100 مللي، قال لك بيبدا الارج او الديزاير تو ديفيكيت، تحس انك عايز تعمل ديفيكيشن. واضحه الصوره يا جماعه؟ يبقى اللي بيعمل از ستورج فور فيسز الكولون مش الريكتم. واضحه الصوره؟ كلام كويس. طيب النقطه اللي بعد كده ايفاكويشن، قلنا عمل فورميشن ستورج، طب الايفاكويشن وده هنتكلم عنها ان فول ديتيل في الجزء الثاني من المحاضره اللي هو الديفيكيشن. خلاص يا جماعه؟ ازاي بتتم عمليه الديفيكيشن؟ ده هنسيبها لان هنتكلم عنها ان فول ديتيل كمان شويه. كلام كويس. قال لك بعد كده انتوا زي ما انتوا قلتوا لي اي جزء في الجي اي تي من الفانكشنز الاساسيه بتاعته سكريشن، فهذه اللارج انتستين بتطلع سكريشن لها مواصفات مميزه. اقول ايه؟ انها عباره عن ايه؟ سكريشن اوف الكالاين ميوكس. والسكريشن بتاع اللارج انتستين يا جماعه بيمتاز بانه بيحتوي على ايه؟ مين لي؟ اكتر مكون فيه ايه؟ الووتر. سكريشن اي سكريشن في الدنيا يا جماعه اكتر مكون الووتر، بس في اللارج انتستين نسبته بتعلى قوي، يمكن ازيد من 99% من مكون الووتر من السكريشن. طيب امال ايه الالكترولايت اللي الاقيه كتير فيه؟ اللي هو مين؟ البيكربونات. ولذلك هذه الايه؟ اللارج انتستين سكريشن بتبقى اسيدك ولا الكالاين؟ البي اتش بتاعتها كام علشان لو سالنا فيها؟ بتوصل 8. 8 يعني الكالاين ولا اسيدك؟ الكالاين. وبلاقي فيه زي ما اسمه الكالاين ميوكس، يعني من الكونتنت كمان في هذا السكريشن الميوكس. خلاص؟ طيب هذا السكريشن اللي هو الكالاين ميوكس ايه الفايده بتاعته؟ انه الكالاين ده مهم، بيعمل بروتكشن لللارج انتستين. منين؟ من الاسيديك كونتنت اللي هيتكون بواسطه البكتيريا اللي هتكلم عنها حالا. البكتيريا الاكشن يا جماعه ممكن تطلع لك ويست برودكت اسيديك النيتشر، وبالتالي محتاج حاجه تعادل الاسيد اللي هيتكون ده. خلاص؟ يبقى انها الكالاين لها ميزه. طب انها ميوكس تسهل عمليه الايه؟ الموتيليتي، وتعمل لوبريكيشن للوول اوف لارج انتستين، فتحمي اللارج انتستين وول من الانجن، صح ولا لا؟ وتسهل عمليه الديفيكيشن والميتوليتي اوف ستول. ليه؟ لانها تعمل از الوبريكان. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. يبقى عرفنا ابزوربشن اوف ووتر الكترولايت سم فيتامينز اند سم دراجز، فورميشن ستورج اند ايفاكويشن اوف ستول، سكريشن اوف الكالاين ميوكس، وعرفنا مواصفات السكريشن اللي فين؟ اللي جاي في اللارج انتستين. طب نقطه هنا مهمه، ركزوا علشان انا المفروض انا بذاكر اللارج انتستين اقارن بينها وبين السمول انتستين. هل اللارج انتستين سكريشن الاقي فيها انزايمز؟ نو انزايمز. نو انزايمز. وضحت الصوره يا جماعه؟ لكن السمول انتستين سكريشن الاقي فيها انزايمز؟ اوف كورس. طب مين سايت اوف ابزوربشن ودايجيشن فين في الجسم بتاعنا؟ السمول انتستين. وبيساعدها على كده الاستراكشر بتاعها والطول بتاعها. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. بكتيريا الاكشن اللارج انتستين، وده قلت لكم يا جماعه دي ممكن تيجي كايه؟ كجزئيه لوحدها. اسيبها تنتين، اخلص عده فانكشن واعمل لها سلايد لوحدها حاجه. يبقى في حاجه اسمها بكتيريا الاكشن اللارج انتستين. في اللارج انتستين في سام بكتيريا
بتبقى ايه؟ هارمفول. وفي سام بكتيريا بتبقى يوزفول. هنتكلم عنها حاجة. في بكتيريا ضاره وفي بكتيريا نافعه، هنتكلم عنها كمان شويه. الفانكشن بعد كده للموتيليتي فلاش انتستين، ودي اتكلمنا عنها في اللاب لو تفتكروا. قلنا اللارج انتستين موتيليتي ممكن الاقي فيه ايه؟ ذا مين تايب اوف موتيليتي هو مين؟ الميكسج اللي هي السيجمنتنج، بعدها مين؟ البريستاليسيس. خلاص يا جماعه؟ السيجمنتنج موفمنت كانت الوظيفه بتاعتها هل انها بتزق الاكل وتحركه؟ لا لا، فتبقى لوكالايزد في المكان، بيتحول لك اللوب اوف لارج انتستين انتو سيجمنتس، صح ولا لا؟ ممكن بتعمل ايه؟ سكويزنج، صح؟ تعصرها، تبقى لوكالايز، ما بتحركش الايه؟ زي ما كان في السمول انتستين الفود او الستول في اللارج انتستين. امال البريستاليتك؟ البريستاليتك ده بتعمل بروبالشن، واتفقنا ان في اوردينري بريستاليسيز وفي انتي بريستاليسيز وفي ماس بريستاليسيز، فاكرين الكلام ده يا جماعه؟ الاوردينري بريستاليسيز بتبقى ويك، بتطلع بتحاول تطلع منين؟ من الاسندنج كولون في اتجاه الترانسفيرس. الكلام ده تكرار احنا قلناه قبل كده في اللاب، زيك حتى في المحاضره بتجيب لك ريفير تو دي جي اي تي موتيليتي شابتر، تفهم الصوره يا جماعه؟ طيب الانتي بريستاليسيز بتحصل فين؟ ترانسفيرس كولون. فاكرين الانتي بريستاليسيز في الجي اي تي كانت بتحصل فين تاني؟ عند البايلوريك، عند البايلوريك سفنكتر، عشان تقلل الموتيليتي بتاعت الاستومك. كلام كويس. الماس بريستاليسيس بقى ركزوا معايا، انا ممكن اسئله بكذا صوره. الماس بريستاليسيس فاكرين لما كنا بنقول لما الواحد ياكل بعد الفطار او تحس انك عايز تروح الحمام، وكنا بنقول في ريفلكس اسمه ايه؟ جاسترو كوليك ريفلكس، وحاجه اسمها ديودينو كوليك ريفلكس. اما الاكل يوصل للاستومك او يوصل الديودنم بيعمل ريفلكس انكريز ان كولونيك موتيليتي، يعني هيزود الموتيليتي، يعني معناها هيعمل انيشيشن لمين او هيزود مين؟ الديفيكيشن. وضحت الصوره يا جماعه؟ وكنا قلنا اسم موتيليتي كده واحنا بنتكلم في اللاب حاجه اسمها ميجريتنج موتور كومبلكس، فاكرين يا جماعه؟ ان بتوين ميلز هلاقي فيه سام سورت اوف بريستاليتيك موفمنت الونج الجي اي تي واجي معاه من الاستومك سمول انتستين في اتجاه الكولون. الهدف انها تعمل ايه؟ كونتينوس سويبنج، تمسح او بتقنص اي بقايا من سكريشنز في الجي اي تي، بتمنع الفورميشن اوف بكتيريا في الابر بارت اوف جي اي تي. وبالتالي لما يبقى في ميجريتنج موتور كومبلكس نوت وركينج بيرفكتلي، اتوقع ان البكتيريا في الجي اي تي تزيد ولا ما تزيدش؟ تزيد. يبقى ده سيمبلي الموتيليتي فين؟ في اللارج انتستين. اكسكريتوري فانكشن اوف لارج انتستين، وجدوا ان الايه؟ اللارج انتستين ممكن تعمل ايه؟ اكسكريشن لسام هيفي ميتالز زي الميركري. خلاص؟ يبقى لها اكسكريتوري فانكشن. طب حاجه غريبه انت تقراها تقول لي طب لارج انتستين كونتريبيوت الاريثروبويتك اكتيفيتي اند بلاد كلوتنج ميكانيزم، طب ازاي؟ ازاي اللارج انتستين لها علاقه بالهيموستيزيس؟ مين يقول؟ بفيتامين ايه؟ كي، شاطر. وايه كمان؟ والفيتامين بي 12 وفوليك اسيد، زي ما هنعرف حالا في البكتيريا اوف لارج انتستين بعضهم بيصنع لك مين؟ الفيتامين كي والفوليك اسيد والفيتامين بي 12، يبقى اندايركتلي بتاثر على عمليه الهيموستيزيس ولا ما بتاثرش؟ تو سمرايز ايه هي الفانكشنز اوف لارج انتستين؟ يبقى في ابزوربشن اوف ووتر الكترولايت سام فيتامينز اند سام دراجز، فورميشن ستورج اند ايفاكويشن اوف ستول، سكريشن اوف الكالاين ميوكس، بكتيريال اكشنز ان ذا لارج انتستين، موتيليتي اوف ذا لارج انتستين، اكسكريتوري فانكشن اوف لارج انتستين واكسكريشن في سام هيفي ميتالز، لارج انتستين كونتريبيوت ان اريثروبويتك اكتيفيتي اند بلاد كلوتنج ميكانيزم، وقلنا ثرو ايه؟ الرول اوف سام بكتيريا ان سينثيسيس اوف فيتامين كي اند فيتامين بي 12 اند فوليك اسيد. طيب البكتيريا الاكشن ان لارج انتستين قلنا ممكن تيجي كايه؟ كشورت نوت صغيره او كجزء من ام كيو او اس كيو حتى بكتيريا الاكشن ان لارج انتستين. البكتيريا البكتيريا ان لارج انتستين في منها نوعين اساسيين، ممكن الاقي يوسف البكتيريا وممكن الاقي هارمف البكتيريا. يوسف زي ما لسه قايل فيه بكتيريا الفلورا هتطلع لك ايه؟
هطلع لك هصنع لك سيرت الفيتامين زي فيتامين كي زي فيتامين بي كومبلكس انكلودنج فوليك اسيد فيتامين بي 12 خلاص يبقى لها علاقه بالاريثروجيسيس ولا لا؟ لها علاقه بالهيموستيزس ولا لا؟ كلام كويس. وبالتالي يا جماعه نقص فيتامين كي والفيتامين بي 12 صعب قوي انه يبقى ديفيشنسي في اكل. ليه؟ لان بتصنعه جوه الجسم صح ولا لا؟ طيب ايه تاني؟ قال لك لها علاقه بالاميونتي. ايام زمان كنا بناخد حاجه اسمها الناتشرال اميونتي او بقول عليها النت اميونتي وحاجه اسمها اكوايرد اميونتي. فهذه البكتيريا اللي موجوده ديت النت بتشارك في النت اميونتي او النون سبيسيفيك اميونتي. قال لك هذه بيوصف البكتيريا ممكن تعمل ستيميوليشن لسيرتن اميونوجلوبولينز في الوول اوف جي اي تي. زي اميونوجلوبولين اي واميونوجلوبولين ام. وضحت الصوره يا جماعه؟ قال لك خلي بالك هذه الايه بيوصف البكتيريا بتساعد في الدايجيشن اوف الماكرو مولكيولز. بعض المولكيولز يا جماعه حجمها كبير بعض البكتيريا ديت بتشتغل عليها فتصغر حجمها. دي لها مستين ممكن اقول ان دلوقتي لها دايجست ماينور رول اي نعم ممكن اقول لها ايه؟ ايه رايك؟ انا دلوقتي لما اكسر مولكيولز كبيره موجوده في السيكل واخليها تتحرك يبقى منعت السيكل اوفر ديستنشن ولا لا؟ يبقى انها بتكسر لك الماكرو مولكيولز اللي لسه موجوده. يبقى دلوقتي لو قلنا ان اللارج انتستين لها ماينور رول ان دايجيشن بيتم ازاي؟ مش من خلال انزيمز ده من خلال بكتيريا الاكشن. ما يحصل لابزاربشن. وضحت الصوره؟ هي بتكسرها يعني على سبيل المثال السليلوز المفروض ما بيتكسرش جوه الجسم خلاص؟ هي ممكن تساعد في تكسير لكن مش هيمتص. هي المهم الفكره ايه؟ هتحوله من مولوكيول كبير يتجمع ويعمل لك اوفر ديستنشن لا لمولوكيول صغيره تقدر تتحرك كفيست. وضحت الصوره يا جماعه؟ وبالتالي لما واحد ياخد اكسسيف انتيبيوتيك وهذا الانتيبيوتيك دمر له البكتيريا دي ايه رايكم؟ هتعمل له مشاكل ولا ما تعملوش مشاكل؟ تخليه ممكن يبقى عرضه لبليدنج تندنسي ولا لا؟ وضحت الصوره يا جماعه؟ طب اذا كانت ديت اليوسف البكتيريا امال الهارم في البكتيريا كذا انها غايه في الاهميه وفيتر سيبك من امتحان او غيره فيتر في الحياه وبتسبب وفاه ناس وهنشوف ازاي. قال لك الهارم في البكتيريا هي نفسها كمان بتصنع حاجات بس حاجات مش هتعمل لنا مشاكل. بتصنع لك الامونيا. طب ودي مشكله؟ ده بتعمل لك فيتر كونديشن ممكن تعمل حاجه اسمها هيباتيك انكيفالوباسي تدخل العيان اللي عنده الليفر لهيباتيك كوما. ليه العيان اللي ايه اللي عنده الليفر يا جماعه ليفر فيلير يقولوا له ما تاكلش بروتينات. يقولوا له خلي بالك بلاش امساك ولا اسهال. ليه؟ لان لو كان بروتينات كتير او عنده امساك عرضه ان البكتيريا ديت هتشتغل وتزود لك الامونيا. والامونيا اما هتزيد عنده هتدخله في هيباتيك انكيفالوباسي. وممكن يتأدي به في الاخر للوفاه. يبقى شفنا حاجه بسيطه بس خطر كبير جدا ازاي؟ كلام كويس. ايه تاني؟ تخيل ان البكتيريا دي كمان بتعمل لك ايه؟ الكوليسترول. تلاقي واحد جلد على عرض واكلته ضعيفه جدا. يروح يحلل الدم يلاقي نسبه الكوليسترول عاليه عنده وعنده اثيروسكليروزس وعنده هايبرتنشن وعنده وعنده وعنده. والمشكله مش من الاكل. المشكله من اللارج انتستين هارمفول في البكتيريا. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى ممكن الكوليسترول لما حد يقول لك ايه؟ ده انا الكوليسترول عندي عالي، لا واحد صغير في السن والكوليسترول عالي والضغط عالي وتيجي تقول له حافظ الاكل وانا باكل، فانت شايف انا جلد على عرض. تفكر تقول طب جت ازاي؟ يبقى جت من جوه جسمه. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. ممكن هذه الهرمون البكتيريا تطلع لك الهستامين والسيروتونين، يبقى هي سبب للالرجي. يبقى ايه رايكم؟ البكتيريا الضاره دي ممكن تعمل مشاكل فيتال ولا لا؟ ممكن تعمل مشاكل، ده مش كده وبس. ده في نوع ثاني مش بيصنع حاجات هارمفول بس، لا، ده بيستخدم الحاجه المفيده. يوتلايزيشن اوف فيتامين بي 12 في يوسف البكتيريا بتصنع، لكن في هارمفول بكتيريا انت دلوقتي في بالانس، ربنا عامل لك بالانس ما بين الهارمفول واليوسف. طب انت زي الشاطر قضيت على اليوسف باكسسيف يوتلايزيشن اوف انتي بيوتيك. يبقى انت خليت الكفه هي اللي تشتغل
اللي بتستهلك، صح ولا لا؟ والفيتامين بي 12 اسينشال تو لايف يا جماعه، اسينشال تو لايف. وان اوف ذا فيتامينز ذات اسينشال تو لايف ليه؟ لانه بيأثر على سي ان اس. خلاص يا جماعه، بيأثر على النيرفس سيستم، ولذلك في نيورولوجيكال مانيفستيشن في حالات الديفيشنسي اوف فيتامين بي 12. بيعمل ايه؟ استخدام لمين او استهلاك لمين او يوتيلايزيشن لمين؟ للفيتامين سي او الاسكوربيك اسيد. يبقى كامل ان بريف. يبقى التاني لما نيجي نسال ايه هي الفانكشنز اوف او اكشنز اوف بكتيريا لارج انتستين، يبقى لنا حق ان احنا نسال عنها لانها مهمه ولا لا؟ يبقى عرفنا ان في حاجه اسمها يوزفول بكتيريا وحاجه اسمها هارمفول ايه؟ هارمفول بكتيريا. يبقى لحد دلوقتي يا جماعه اتكلمنا على ايه؟ اول حاجه الفانكشنال ستراكشر اوف لارج انتستين، تاني حاجه عندي الفانكشن اوف لارج انتستين ان جنرال، واتكلمنا على البكتيريا الاكشن اوف ايه؟ اوف ذا لارج انتستين. طيب ايوه هقول لك على حاجه، هل ايديك زي صوابعك زي بعضها؟ ديت لها بروتكتيف ميكانيزم ودي لها بروتكتيف ميكانيزم. الضر دايما بتبقى الايه؟ المقاومه بتاعته اعلى. خلاص؟ فهتلاقي اللي بتتاثر اكتر الضعيفه اكتر اللي هي اليوسف. في حالات تشتغل فيها الهارمفول بكتيريا ولا في النورمال كيسز؟ ما انا قلت لك في توازن عندك وتابع للجنرال كونديشن بتاعتك برضه، في حاجات في حاجه غريبه كمان انتوا المفروض عارفينها اكتر مني. في بكتيريا اللي هي الاشريشيا كولار، سمعنا يعني عنها اكيد. ديت المفروض اللي هي الاي كولار، المفروض ديت انها ايه؟ غلبانه وضعيفه وبالتحالات. الناس اللي عند الاميونو كومبرمايزد بقى اللي هم ضعاف جدا بتتحول لباثوجينيك اورجانيزم، لا بتبقى ضعيف بقى، انت ضعيف مش قادر تقاوم حاجه. بس النورمال كيسز ما تكونش نعم؟ النورمال كيسز ما تكونش طب ما احنا بنقول اهو، دي انا بقول لك في عوامل بتاثر. وضحت الصوره؟